النحل. يعد النحل من أكثر الحشرات نفعاً، حيث يساهم في تلقيح الأزهار وحمل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى، مما يساعد على تكاثر النباتات وعقد الثمار في المحاصيل الزراعية. كما ينتج النحل العسل، وهناك أيضاً النحل المفترس الذي يقضي على الحشرات الضارة، فهو من الحشرات المفيدة للإنسان والنبات. ويمكن جذب النحل للحديقة المنزلية عن طريق زراعة مجموعة من النباتات المزهرة بشكل دائم.